الأول كده ازاي نشرحها لأولادنا؟ طبعا الأطفال الصغيرين الطفولة المبكرة اللي هو سنتين ثلاثة أربعة ما أعتقدش أبدا منعزلين عن الحاجات دي. عشان كده يفضل إن احنا ما يبقاش فيه لا تابلت في نت ولا موبايل ولا أي حاجة من الحاجات دي، لأن في التوقيت ده الأخبار حتى لو مش مقصود إن احنا نجيبها بتنزل، وهم طالما شافوا الذاكرة البصرية قوية قوي وممكن ما يسألوش، فهم بيشوفوا دمار بيشوفوا عنف بيشوفوا حاجات، والأهل ممكن ما ياخدوش بالهم فتثبت في دماغهم بتتشحن نفسيتهم بيها، ممكن يعني هم مش بيعرفوا يتكلموا ولا يفضفضوا، مش هيخرجوها يخرجوها عن طريق عنف، يخرجوها عن طريق تقليد، شافوا منظر هم مش فاهمين هذا حلو ولا وحش، فممكن ينفذوا ده مع اطفال مثلا في الحضانه، يضربوا يعملوا حاجات مثلا، يعني قصدي ان هم يعني نبعد السن ده المشاهد دي عن ولادنا في السن الحديث يعني او الطفوله المبكره. لكن طبعا واحنا طالعين بقى عن 6 و7 سنين لازم نشرح، لانه اكيد هيسال اكيد هيشوف، حتى لو ما شافش على الشاشات هيشوف انه ماما وبابا بيتكلموا في التليفون بيقولوا شفت كذا عملت كذا، بيبان حتى، وخصوصا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا متاثرين جدا ونفسيتنا فعلا حزينه، لانه دول اخواتنا طبعا، وفي الاول وفي الاخر يعني مشاهد قاسيه جدا على طبعًا احتمالنا طبعا، ولانه كلنا عارفين انه اهم حاجه من الاكل الاحساس بالامان زي ما انت قلتي، الاحساس بفكره ان انا عندي سلام يعني دي اول خطوه. ففكره ان احنا نشرح هنعرف نشرح الاطفال اللي هم هنبدا من 6 7 سنين، هنقول لهم مش هيعرفوا يعني ايه حروب وليه والناس بتحارب ليه، فهندي مثل صغير انه لو انت مثلا في المدرسه وفي حد اخذ الساندوتش بتاعتك او اخذ مثلا الشنطه فتحها من غير استئذان وخدها بالعنف او بالقوه، هتبقى حاسس بايه؟ ويخليه يطلع مشاعره، لا ده كده خد حاجه مش بتاعته، يعني خد حاجتي انا بتاعتي انا. طب نكبر المثل شويه، انه مثلا احنا قاعدين في بيتنا في سلام وامان وفجاه حد خد بيتنا بالقوه، فرد فعلك ايه؟ ونبدا بقى نتكلم اهو دلوقتي بدي اخواتنا يعني. بالظبط اخواتنا دلوقتي اللي هم في غزه كانوا قاعدين في سلام وفجاه حد اخذ الارض بتاعتهم وعايز يطلعهم منهم بالقوه، فاحنا دلوقتي المفروض نعمل يعني المفروض نصلي لهم وندعي لهم يا رب بالامان والسلام، نشاركهم مشاعرنا، فكره ان احنا يعني نحكي معاهم ونطلع افكارهم على اساس ان كل ما الولاد عرفوا وكل ما هم اتكلموا كل ما عبروا عن اللي جواهم وبداوا يسالوا، ف فكرة ان انا اعرف من غير ما اتكلم واكتم دي مش حاجة كويسة ابدا على الصحة النفسية. صحيح. في بعض الامهات بتعمل حاجة لطيفة جدا علشان تعرف الولد او البنت بيفكروا ازاي وفي ايه، تخليهم هم اللي يحكوا الامبريشن او الانطباع اللي عندهم الاول، يعني يخرجوا كل التأثير بتاعت المشاهد دي. تمام. ايه طب انت تفتكر ده ايه؟ انت شايفة ان ده مع إيه سن كبير يا دينا ينفع ان هو مثلا ال 12 واحنا طالعين. أوكي. لانه الصغيرين هم ممكن يشوفوا بس ما يسالوش، فانا لازم استبق الحدث ان انا افرضي شافوا واتاذوا وانا ما عرفتش ومكتوم بالظبط، فانا لازم اطلعه. لكن الكبار ينفع زي ما انت قلتي ودي حاجه حلوه قوي، ان احنا ايه رايكم طلعوا اتكلموا، انت لو في المكان هناك هتعمل ايه؟ هتحس بايه؟ وخصوصا ان في حاجه اسمها ان انا اعمل تنبؤ بالحدث، وحدش يا رب يا رب ما يوري حد، محدش ابدا يعني احيانا كتيره بنتعرض لصدمات ممكن ما نكونش عارفين، يعني مثلا بعد الشر لا قدر الله وفاة حد، كارثه حصلت، حد